اوكي شباب، خلينا نشوفكم الـ AUI. شوف AUI 64. اوكي ده نشوف. هذا هو طريقة الـ AUI 64 يعني. ياخذ الماك ادرس، نشوف انه ياخذ الماك ادرس. ياخذ الماك ادرس ويقسم يقسم بالوسط، بيخلي بنص اف 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 اي. اوكي هاي بالضبط العملية، دي يقسم الماك بالنص ويخلي بنصه يعني هاي أرقام. فبس حاولوا تطلعوا تشوفون كم فيديو عليه يعني حتى تفهموا أكثر. هنا ال عندي duplicate address detection dot هذا يرسل بين ال يعني بين الديفايسات، بين هوست وبين هوست ثاني، حتى يتأكدون انه هذا الهوست مو مستخدم، او حتى يتأكدون انه هذا العيب مو مستخدم. اوكي فاي مواضع كلها بس يعني نظرية، ماكو اي شيء يعمل، كلها بس نظرية، بس حاولوا تركزون عليه لان هاي الاسئلة دائما تجي عليه هواي، خاصة بفيرجن 6 اسئلة يعني هواي بالاشياء. ها عندي بس موضوع خليني افهمكم اياه، شلون نسوي اختصار اي فيرجن 6 مثلا. نعطينا هذا الاي بي، بس خلينا ناخذه الاي فيرجن 6 دائما كل اربع اصفار، كل اربع اصفار نعبر عنها بصفر واحد. اوكي فان لو عندي اربع اصفار بالاي بي راح اعبر عنها بصفر واحد. اوكي لو عندي مثلا رقم 00 FF هذا الاصفار اللي بدايه ما راح اكتبه، راح اكتب فقط FF، راح يصير 00 راح يصير 0 كولون FF كولون اللي بعده. تمام فعندي اربع اصفار دائما اعبر عنها بصفر واحد. الصفر يعني اي صفر عندي قبل يعني لو عندي هنا صفر ثالث راح يكون هنا يعني راح اخلي بس F. دائما الاصفار اللي على اليسار الغيها، اخلي انزل بس الارقام. بس لو عندي مثلا اف اف 00 لا راح تنزل كلها يعني تنزل نفس اف اف 00، بس اللي اصفار اللي على اليسار هاي تنحذف، اللي على اليمين تبقى. او عندي مثلا لو عندي اربع اصفار مثلا، اربع اصفار بعدها خلينا نقول واحد واحد واحد، هذه كلها راح اعبر عنها كولون كولون نقطتين يعني كولون كولون، بس ما راح اكتب اي شيء واحد واحد. فهاي تعبر لي، هاي ستة تعبر لي عن هاي على هذا الرقم كله. اوكي هنعرف الاي بي فيرجن 6 حيل طويل 128 بت، فاكو طرق نختصر الاي بي بيه. هسه نشوف انه صار اقصر يعني اقصر من الاي بي فيرجن 4. طبعا هاي الكولون كولون استخدمها يعني مره واحده بالاي بي، مثلا لو عندي 0000 كولون 0000 1111 بعد يرجع 0000. اوكي اللي اما استخدم هنا كولون كولون او استخدمه هنا. فمثلا راح اخلي هنا كولون كولون 1111 0 كولون 0، هذا صار مختصر للاي بي. ما يصير اخلي بعد يعني هاي نقطتين كولون كولون، ما يصير اخليها بنفس يعني مرتين بنفس الاي بي، مرة واحدة بس استخدمه. اوكي فهاي هم تجي اسئلة على اختصار الايبيات، مثل ما انت تشوف انه عندي هنا سؤال. شوفكم عندي هذا السؤال، خلنا نختصره. عندي 2001 راح ينزل نفسه،
2001 عندي مثل ما قلنا الأصفار العليا صارت اللوي راح يعني يصير يبقى دي دي 8 أوكي عندي دي نشوف عندي أربع أصفار أربع أصفار أربع أصفار وأربع أصفار هاي راح تصلها كلها فقط كولون كولون أوكي بعدها وصلني 0 3 2 A راح أخلي 3 2 A بعد راح أخلي 2D7 0 إحنا قلنا الأصفار اللي على اليسار يعني اللي على اليمين خليها من حذفها أوكي خلينا نشوف المختصر ده نشوف شنو خلى 2001 أوكي DB8 كولون كولون 3T 3 2A كولون 2D7 0 أوكي ف يعني لازم مهم إنه أعرف شلون اختصر الاي فيرجن اي فيرجن 6 عندي الاي فيرجن 6 راوتينج عندي نفس المول عندي او اس بي اف عندي الاو اس بي اف كان عندي بالفيرجن فيرجن 4 هسه صار عندي فيرجن 6 اسمه او اس بي اف فيرجن 3 نفس عملية الاو اس بي اف يعني نفس عملية الاو اس بي اف فيرجن 2 او يعني الاو اس بي اف العادي الخاص بفيرجن 4 لكن هذا اسمه او اس بي اف فيرجن 3 اوكي نفس العملية هم راوتر اي دي هم يسوي بيرينج نفس عملية طبعا نفس التفعيل راح يكون على الانترفيس ما راح افعله يعني مثل احنا قبل كنت اقول له نتورك تفعيل الـ OSP version 3 نتورك وانطي الـ IP حتى فعل هذا لا بالـ version 3 راح اقول له انترفيس مثلا جيج 01 راح اقول له OSPF version 3 enable راح يتفعل OSPF على الانترفيس يعني ما يحتاج اكتب النتورك مالته يعني افعله داخل الانترفيس هاي الاوثنتيكيشن مثل اللي عندي شو اسمه عندي بالاوس بي اف عندي كانت اوثنتيكيشن عرفنا شنو اوثنتيكيشن بنفس العمليه بالفيرجن 3 عندي اهم شيء اسمه اوثنتيكيشن هذا تفعيل ال الاوس بي اف نشوف انه ديف يعني اول شيء فعل الاوس بي اف من راوتر اي دي بعدها راح ينطي يعني داخل ال عفوا بس هذا خلينا نمسح داخل الانترفيس راح يقول له اوس بي اف فيرجن 3 رقم الاوس بي اف مثلا 1 راح انطي رقم الاريا اريا مثلا 0 1 اوكي هذا بالنسبة للـ OSPF عندي DHC version 6 عندي بالـ DHC version 6 عندي نوعيتين عندي stateless و stateful DHCP version 6 stateless هذه يعني راح ينطي DHCP لكن ما راح ينطي كل معلومات راح ينطي فقط IP address اوكي ما راح ينطي مثلا ما راح ينطي gateway او ما راح ينطي DNS اوكي النوعيه الثانيه اسمها stateful اللي راح ينطي كل يعني راح ينطي DNS راح ينطي gateway راح ينطي يعني اي معلومات تحتاجها من الـ DHCP فهذا فيرجن 6 لازم نعرف ان هاي النوعيتين شو الفرق بيناتهم نفس العمليه يطلب ريكوست والسيرفر يرد له يعني باكنولجمنت ينطي اي بي بس حاولوا تطلعون على هذه الفلاجات انه الام والاو صراحه ما اتذكر شغله بالضبط بس حاولوا تطلعون عليها بس تقرون
شرح مالتها، لأنه مرات تجي أسئلة على الأم، يعني هذا الفلاج أم الفلاج أو أوكي. هنا عندي ها رسائل اللي تكون بين ال DHCP، راح يدز ريكويست ورد له بريبلاي. أوكي، بين الكلاينت وبين السيرفر. Stateless information request reply. اوكي، فكلها معلومات يعني، بس حاولوا تطلعون عليها يعني، ضروري الايفرجن 6 كلش مهم. دي اتش سي بي دود نوعيه مالتي يعني اتذكر مره جاني سؤال شو نوعيات، انا ما اتذكر شو شغله دي اتش سي بي دود صراحه، شوي ناسيه، بس مره جاني سؤال بال احد الاسئله قال لي شنو انواع دي اتش سي بي دود، ف لازم أنطي دي دود ال ال دود ال ال تي. أوكي، فهي مهمة معلومات يعني، لازم نركز على كل معلومة بالاي فيرجن 6 أهم يعني، اي فيرجن 6 أهم من اي فيرجن 4. اي فيرجن 4 تقدر تجاوب عليه بمعلوماتك، لكن اي فيرجن 6 يعني أسئلته معقدة أعقد من الفور. ها طريقة تفعيل الدي اتش سي بي، نفس العملية، راح أحدد النتورك مالتي، أدرس بريفكس، راح أحدد لك سكلودد دي ان اس، أقدر أحدد دومين، تحدد جيتوي حسب اللي يحتاجه. اوكي، هاي الأسئلة هاد نشوف انه عندي سؤال، اذا ام اند او بيتس اوف راوتر ار 621 شو راح يصير. اوكي، فهاي أسئلة يعني مهمة. وصلنا الموضوع اللي هو طبعا موضوعنا اليوم كله نظرية، لازم تقرون نظري مالتها بصفحة صفحة يعني. الـ MBLS، الـ MBLS هذا موضوع انضاف حديث منهج الـ CIA 2.5. طبعا موضوع حيل مهم حاليا بالشبكات. فكرت انه يوصل لي يعني لو مثلا انا عندي هذا اي اس بي، اوكي، وانا عندي هنا راوتر، عندي هنا برايفت اي بي على هذا الراوتر مثلا 10.0.0.1، وعندي مثلا خلينا نقول هذا بدوله معينه العراق، هذه بدوله ثانيه راوتر، اوكي مثلا تركي. اوكي، فلو عندي هنا 10.0.0.1، طبعا هي راح يصير صعب التوصيل، بس فرضا 10.0.0.1 10.0.0.2 لو اريد اسوي بينك من 10.0.0.1 10.0.0.0.2 بالواقع انه انا عندي هنا برايفت اي بي وهنا برايفت اي بي، اكيد انه ماكو اي تواصل بيناتهم، لذلك انا طبعا راح يعبرنا يعني اكثر من خلينا نقول نفرض اكثر من 100 راوتر حتى يوصل للراوتر هذا الثاني. فبس انا اريد الاتصال يكون يعني بوينت تو بوينت، اريد هذا الاي بي، هذا الاي بي البرايفت يتصل على هذا الاي بي البرايفت، يعني ما يطلع انترنت، يكون كله برايفت. ف شيء اسمه ام بي ال اس هو هذا اللي يسوي هاي العمليه، يعني يسوي لي عمليه نقدر نقول الاتصال بين برانش وبرانش ثاني. اوكي، تمام، صح، هذا نشرح. الام بي ال اس طبعا قبل كان عندي شيء اسمه بروتوكول او تقنيه اسمها فريم ريلي. الفريم ريلي اللغه مسحت انه معقده وقديمه ويعني كوست مالتها عالي، فلغت فصار شيء اسمه ام بي ال اس.
اوكي، فالان بي ال اس اولا لازم نعرف انه يشتغل يعني بين اللاير، يعني بين لاير 2 لاير 3. اوكي، يعني يشتغل بشيء اسمه ليبل ويشتغل بشيء اسمه اي بي. فنقدر نسمي لاير 2.5. زين خلو اوضحكم اكثر. انا لو عندي هذا راوتر 10.0.0.1، هذا راوتر ثاني 10.0.0.2. اوكي، ولو عندي هنا خلينا نفرض مجموعة راوترز، هذا اي اس بي، هذا عنده هنا راوتر مربوط بالراوتر مالتي، وعنده هنا راوتر مربوط بالراوتر اللي يعني هذا خلينا نفرض هذا الاتش كيو برانش، وهذا الاتش كيو، وهذا عندي برانش للاتش كيو. اوكي، برانش مثلا مؤسسة معينة. ف الاي اس بي طبعا الان بي ال اس نستخدم بس يعني احنا كانتربرايز نتورك، او ك لما تشتغل بانتربرايز نتورك ما راح تشوف الان بي ال اس، بس راح تشوفه لما تشتغل باي اس بي بانترنت سيرفيس بروفايدر. اوكي، فالان بي ال اس شغله انه راح يسوي يعني هذا الراوتر هذا خاص بالاي اس بي، راح يسوي هنا شيء اسمه في بي ان. اوكي، او نقدر نسميها بسيسكو في ار اف، وهو في بي ان انستانس. راح يسوي يعني راح يسوي هنا في بي ان انستانس، هنا يخلي في بي ان انستانس. اوكي، بحيث الترافيك اي ترافيك يجي من هذا الفي بي ان انستانس راح يعبر بالليبلات. احنا نعرف الكونكشن بين الراوتر والراوتر تكون عن طريق الاي بيات. اوكي، بس بالان بي ار اس لا، الان بي ار اس راح تكون عن طريق ليبلات. يعني شنو ليبلات؟ يعني عندي ليبل راح يكون يعني نفرض هذا عندي ام بي راح يدخل اوصل للترافيك هذا، هنا الترافيك هذا الاي مات 10.0.2. اوكي، راح اخلي له ليبل اسمه مثلا الليبل الف. هذا الليبل راح يدزه للراوتر اللي بعده، راح يقول له انا عندي هذا الراوتر بهذا الليبل. فيعني هذا الراوتر اللي هذا الراوتر خلينا نفرض 2، هذا راوتر 1. راوتر 2 لما يريد يوصل راوتر 1 ما راح يوصل للاي بي، راح يوصل عن طريق الليبل. فراح تكون عمليه اتصال يعني سريعه. ما راح احتاج استخدم الاي بيات، هذه كلها هنا عمليه اتصال داخل الاي اس بي تكون كلها عن طريق الليبل. شيء اسمه ليبل، الليبل يعني بس شلون رقم اخليه على كل باكيت. يعني هاي اجى الباكيت من الكاستمر من هذا الايج مثلا، خلي عليه ليبل خلينا نفرض الف. اوكي، ودز بقيه الرواتر ده يقول انا عندي هذا الليبل وهذا الاي بي. فعمليه الاتصال بين الرواتر راح تكون كلها عن طريق الليبل. حتى اوضح اكثر، انه عمليه الاتصال بين الاي اس بي وين البرانش راح يكون عن طريق اللاير 3، عن طريق الاي بي. اوكي، طريق الاي بي، لكن عمليه الاتصال عمليه نقل الباكيت من الراوتر هذا الى الراوتر يعني مربوط بالبرانش الثاني راح يكون كله عن طريق الليبل. بشكل عام عندي الراوتر خاص بالكوستومر نسميه كوستومر ايج. هذا مثلا هذا الشركه مال الشركه او مؤسسه معينه عندها راوتر، هذا دائما نسميه سي اي كوستومر ايج، مربوط براوتر اسمه بي اي. نسيت مختصر بالضبط. اوكي، هذا طبعا هذا خاص بالاي اس بي، مربوط براوترات يعني اكثر من راوتر ممكن تكون فقط هنسميها بي، هتكون فقط تسوي ترانزيت يعني للليبل، ما لها اي علاقه يعني بس تسوي ترانزيت للترافيك. وعندي هنا بي اي، وهذا برانش الثاني راح يكون اسمه سي اي. اوكي، ف يعني الراوترز المربوطه بالكاستمر او راوتر يعني راوترز الكاستمر دائما اسمها سي اي كاستمر ايج. راوتر الاي اس بي اول راوتر مربوط بالكاستمر سمي بي اي،
بقيه الراوترز اللي يعني بس تسوي لي فورورد ترافيك دائما اسميها بي. هسه نشوف شو المختصر مالتها، لكن هي اسمها بشكل عام بي، اللي هي فقط تسوي ترانزيت يعني الليبل اوكي حتى توصل للطرف الثاني. اوكي دي نشوف هنا عندي هاي بالصوره العاديه، دا يقول انه دائما الكونكشن يكون عن طريق الاي بيات اوكي بين سورس وديستنيشن. دائما عندي نيكست هوب، عندي تراديشنال دي نشوف هنا عندي بحاله الام بي ال اس دومين. لما يصير عندي ام بي ال اس راح يصير الترافيك يعني راح يصير فورورد الترافيك بالاي اس بي عن طريق الليبل. دي نشوف عندي كل مكان هذا عندي ليبل هذا ليبل، يعني يصير الترافيك عن ينتقل الترافيك عن طريق الليبل مو عن طريق الاي بي. هذا نشوف عندي سي اي في بي ان اي في بي ان بي في بي ان، يعني عندي كل شخص راح افعل يعني افعل انت في بي ان اوكي راح يكون الليبل خاص بي، يعني كل اي بي كل في بي ان راح يكون الليبلات خاصه بي تتوصل للطرف الثاني. اوكي دي نشوف عندي الراوترز عندي بي اللي تكون فقط ترانزيت بي اي. خلينا نشوف ذا كل اوكي فاي فكرة الام بي ال اس بشكل عام. طبعا هنا بدي اقول تقدر تسوي ترافيك انجينيرنج للام بي ال اس، فالموضوع معقد. ها مواضيع كواليتي اوف سيرفيس يعني يوزع الترافيك، يخلي الترافيك اذا نشوف انه ترافيك 70% يعبرهم من يعني من راوتر معين و30% يعبرهم من راوتر ثاني، حتى يعني ليس اللود على طريق معين، ويعني حتى نستخدم كل الريسورس الموجودة عندي بحيث ما اسوي لود على طريق معين، فيسمي ترافيك انجينيرنج تي اي. اوكي عندي الكنترول بلين والداتا بلين، هاي مهمه طبعا. الكنترول بلين احنا مثل ما قلنا انا عندي الاتصال راح يكون عن طريق الاي بيات، او يعني الفورورد الترافيك راح يكون عن طريق الاي بيات وعن طريق الليبلات. فعندي شيء اسمه راوتنج تيبل مثل الراوتنج تيبل العادي اوكي، هذا راح يكون مسؤول عن طريق الاي بيات. راوتنج تيبل هذا راح يكون مسؤول على يعني يسوي فورورد للترافيك اوكي عن طريق الاي بي مثلا نقول بين كاستمر والبي اي. عندي الثاني عندي شيء اسمه ال دي بي، ال دي بي بروتوكول اوكي هذا مسؤول يعني هذا يسوي مانجمنت نقدر نقول للاي بيات، هذا للليبلد اوكي هو يخلي ليبلد يعني هو يخلي ليبلد تلقائيا كل ترافيك يجي، فهذا نقدر نسميه الكنترول بلين. في كنترول بلين يعني هاي يسوي كنترول للترافيك للاي بيات للليبلات اوكي. عندي شيء اسمه فورورد بلين، يعني ها بس سوي كنترول بس سوي يعني ما سوي فورورد بس كنترول. عندي شيء اسمه فورورد بلين اللي هي عندي ال شيء اسمه اي بي فوروردنج تيبل، شيء اسمه ليبل فوروردنج تيبل. يعني اي بي فوروردنج يعني هاي مسؤول عن سو فوروردنج للترافيك اوكي، فاي لازم نعرف شنو الكنترول بلين والداتا بلين، عفوا مو فورورد بلين داتا بلين فلازم اعرف اقسام الفورورد بلين والداتا بلين شنو. هذا فورورد بلين اوكي اللي مثل ما قلنا راوتنج تيبل، عندي الليبل ديستريبيوتد يعني الار دي بروتوكول، وعندي الاي بي فورواردنج تيبل، وعندي ليبل فورواردنج تيبل. هذا طبعا كلش مهم هذا الجدول مخطط. هنا بدي اشوف بدي يضيف اي بي يعني بال عفوا بدي يضيف ام بي ال اس هيدر، يضيف لي
راح يضيف لي ليبل بكل بكل كل ترافيك. هذا هو الليبل، هاي مكون يعني شنو يتكون الامبيلس هيدر. عندي اول شيء ليبل 20 بت، وعندي هذا الشيء اسمه اي اكس بي اللي هو طبعا صار يستخدم ترافيك انجينيرنج، يعني يسوي مانجمنت للترافيك. عندي شيء اسمه اس، بت اسمه اس، وعندي تي تي ال، تي تي ال اللي هو نعرفه تايم تو ليف. عندي شيء اسمه اس، هذا اتوقع يعني شوف الليبل وين موجود. انا راح يصير عندي جدول ليبلات، مثل نعرف جدول ليبلات برا الراوتر، فيشوف الليبل هو موجود، يعني اول ليبل يعني اتوقع يعني يشوف مكان الليبل. هذا نشوف تسوي ليبل، يعني اوكي. نشوف ده يقول اس هنا الاس بيت ان ام بي ار سيدر انديكيت وذر ذا نيكست هيدر از انذر ليبل اور ا لاير 3 اي بي هيدر. يعني شنو يعني هذا البت بت يعني الاس بت انه شغله انه انا عندي هذا ترافيك وصلني من الكاستمر. اوكي هذا البي خلاله بت، يعني خلاله شيء اسمه اخذ ترافيك خلاله ليبل، وعنده خانة اسمها أس. هذه الأس تتأكد أنه النيكست هوب هو بي لو هو سي إي. أوكي ف يعني هاي الفائدة، يعني إذا بي راح يكون الاتصال عن طريق الليبل، إذا النيكست هوب هو سي إي راح يكون الاتصال عن طريق الآي بي. أوكي الفورواردينج عندي شيء اسمه أف إي سي forwarding equivalence class. ال FEC فكرت انه لو عندي اكثر من، لو عندي مثلا هذا راوتر معين، اوكي عندي اكثر من ترافيك بده يوصل نفس الديستنيشن، هذا ديستنيشن 1111 مثلا. اوكي لو عندي اكثر من ترافيك بده يجيني اكثر من اي بي يوصل نفس الديستنيشن. انا بكل كل ترافيك يجيني لازم يحسب راوتنج تيبل مالته، يحسب اي بي اي بي اي بي حتى يعرف ديستنيشن وين. فسوالي شيء اسمه اف اي سي، اوكي فورورد اكوفالنس كلاس. هذا شغله انه يسوي لي يعني يسوي لي كاش للديستنيشن، مثلا انا عندي هذا ديستنيشن راح يسوي لي كاش بالميموري، يخلي هذا الديستنيشن بالكاش بحيث لو اجى ترافيك لهذا لهذا الديستنيشن مباشره يسوي له فورورد، يعني بدون ما يجي يحسب التاب راوتنج تيبل مباشر يسوي فورورد عن طريق الـ FEC. اوكي بس حاولوا تطلعون على FEC ان شاء الله فيه هم يعني شغل هم سوي فورواردينج. هذا يعني عندي شيء اسمه انجريس الاي ار اللي هو يكون رائم مربوط للكاستمر يا سي. اوكي لازم نعرفهم التسميات. هو نقدر نسميه بي اي بي اي راوتر، نقدر نسميه انجريس انجريس. اوكي انجريس واخر راوتر راح يكون هو الاجريس حسب ما اتذكر. MPLS forwarding هنا عندي عملية الـ MPLS، نشوف انه يكون داخل الـ MPLS كله تكون عن طريق الليبل. هنا دي يسوي swap، نشوف العملية الليبل operation swap، دي يسوي swap يعني السواب يعني يرسلها الراوتر ثاني، كل ما يسوي swap دي يرسلها الراوتر ثاني. RTA سوى swap الـ RTB، RTB سوى swap الـ RTC، و RTC سوى swap الـ RTD. اوكي RTD ما راح يسوي سواب، RTD راح يسوي شيء اسمه بوت. نشوف اذا موجوده عفوا بوب. عندي اول عمليه بوش،
بوش أو العملية بوش، يعني أول عملية، أول ما يخلي الـ IB، يعني أول عفوا ما يخلي الليبل، راح يسوي بوش للـ RTB. أول عملية بين RTI و RTB راح يسوي بوش. بين RTB و RTC راح يسوي سواب. أوكي. وبين RTC و RTD هم راح يسوي سواب. بس بين RTD وبين الكاستومر راح يسوي بوب. يعني شنو بوب شنو سواب؟ السواب يعني يسوي فرع للترافيك ترافيك عن طريق الليبل. البوب عفوا البوش راح يعني يدخل هذا الاي بي، يعني راح يبدل الاي بي مالته، يخليه يعبر عن طريق الليبل. السواب يخليه يسوي فورورد عن طريق الليبل. البوب راح يلغي الليبل ويخلي الاي بي. اوكي، يعني مثل ما قلت الاتصال بين البي اي والكاستمر يكون اي بي، وبين يعني بين 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 الرواتر يكون يكون عن طريق الليبل. ده شو نادي يتبدل بين راوتر، يتبدل الاي بي الليبل 1030 صار 1032. اوكي، اخر شيء لغى الاي بي ودز للديستنيشن. لا اسئله. الستاك بوتوم ليبل هذا هو الاس. Which of the following action can be performed when bucket are forwarded based on MBRS label? عندي بوش وبوب وسواب، ما عندي شيء اسمه سويتش. موضوع الـ SR هذا بس supported، يعني الـ صراحة ما يعني ما أعرف بالضبط موضوع الـ SR، يعني نضاف جديد بالمنهج، بس هو supported للـ MBRS. يعني أتوقع شغله أنه traffic engineering، يعني يسوي management للـ traffic. اوكي، فيسو منجم هيل ترافيك. دي نشوف عندي بروتوكول اسمه RSVP. طبعا صراحة ما اعرف ليش مخليها بالHCIA، لانه مواضيع متقدمة مفروض تنشرح بموضوع قبل اسمه Quality of Service. ها كل مواضيع Quality of Service. الـ RSVP هو هذا Reservation Protocol، اللي هو شغله يحجز، يعني يحجز ترافيك، يحجز باكيت، يعني يحجز يحجز باندويث. مثلا انا عندي باندويث خاص بالفويس، راح يحجز له باندويث خاص بي، مثلا يحجز له مثلا 1 ميجا. اوكي، راح يحجزها بكل الراوترز الموجوده. يعني هذا 1 ميجا تكون خاصه فقط بالفويس، فهي كلها نسميها ترافيك انجينيرنج. اوكي، هذا عندي الاس دي ان. ده يقول الاس دي ان سوفت وير ديفينيشن نتوركينج، اللي هي يعني يسوي مانجمنت للنتورك عن طريق ديفايس معين. يعني شنو يعني الفكره؟ انه انا عندي حاليا لو ادخل بالنتورك مثلا 20 سويتش. اوكي، هذه ال 20 سويتش وعندي مثلا خلينا نقول 5 راوترز. اوكي، اريد يعني هاي داخل اكو شيء اسمه كنترول بلين واكو شيء اسمه داتا بلين. فال SDN وظيفته انه راح يفصل لي الكنترول بلين على الداتا بلين. اوكي، يعني راح يصير الكنترول كله من جهاز اسمه كنترولر، راح يسوي كنترول للسويتش يعني وللراوترز. يعني الاجهزه هاي تكون فقط سيو فورورد، يعني ما نكتب اي كونفيجريشن، ما نكتب على هاي الاجهزه. يعني هاي الاجهزه تكون فقط سيو فورورد للترافيك، المانجمنت كله يكون من الكنترولر. اوكي، طبعا هي مواضيع يعني متقدمة شوية بالنسبة للـ HCIA. اوكي، نادي نقول يعني كل مواضيع Traffic Engineering. يعني اوكي، شوفوا بس حاولوا تطلعون هذا الموضوع. يعني كله نظري، هذا موضوع نظام جديد بالمنهج، فاحتمال تجي أسئلة عنه. أتوقع هذا آخر موضوع بالمنهج. ده نشوف إنه ترافيك يعني
يعني هو بده يسوي يعني كل شغل الاس ار انه يسوي يعني ترافيك انجينيرنج، يعني ما يخلي الترافيك كله يطلع من طريق واحد مثلا، وانما يوزع يعني يستخدم يعني يوزع الترافيك اكثر من طريق، اكثر من ديستنيشن. اوكي بالبروتوكول ام بي ال اس نشوف انه عندي ان ليبل اوت ليبل، يعني حسب الليبل عندي مثلا ليبل معين يطلع من الطريق الاول وليبل وليبلات ثانيه يطلع من طريق ثاني، حتى يسوي يعني كواليتي اوف سيرفيس، حتى الكواليتي عندي للسيرفيس تكون يعني حتى او يعني بصوره بغير صوره استخدم كل الريسورس اللي عندي. يعني لو عندي هنا باندويت 10 جيج، او خلينا نقول عندي باندويت انترنال 10 جيج وهنا انترنال 10 جيج، ما راح اخلي الترافيك كله يعبر من طريق واحد ويصير لود عليه طريق ثاني يبقى بدون لوب، يعني بدون اي ترافيك. ففكره الاس ار انه يسوي يعني انجينيرنج او يسوي ترافيك مانجمنت. اوكي في حال عندي اكثر من طريق، هذا بروتوكول ايس اتوقع له طبعا، يعني ما اعرف ليش شارحين ايس اصلا بعد ما موجود بالسي اي اي. ايس بروتوكول مثل او اس بي اف، لكن يعني استخدمه بحالات معينه. هو بالاتش سي اي عفوا بالاتش سي اي اتوقع موجود ايس ايس فقط بالاتش سي اي، بس هم شارحين يعني. اوكي فانا مثل ما شرحت انه الديفايسات بالاس دي ان يعني تكون فقط سو فورورد للترافيك، اما الكنترول كله يكون من جهاز ما كنترول. اوكي شباب اذا اكو سؤال، طبعا منهج اليوم كله يعني كله بس نظري ماكو عليه اي عملي، او تقريبا 50% من الأسئلة راح تكون من هذه المواضيع اي فيرجن 6 ام بي ال اس. يعني اس ان بي قليل يجي عليه، ممكن يجي سؤال واحد عليه بس اي فيرجن 6 الاي فيرجن 6 بروتوكول ام بي ال اس يعني كلش مهمه اسئله هواوي. سامع الامتحان مو اساس يعني فيرجن 2 ما فيرجن 2.5 اي فيرجن 2.5 فيرجن ايش قد؟ الامتحان ما ادري حسب ما سمعت انه فيرجن 2. والله صراحة ما اعرف يعني اللي يعني هذا اخر فيرجن يعني، فاكيد الامتحان يكون باقي اخر فيرجن. تمام. اي هو اذا يعني اذا اخر فيرجن ما موجودة هاي المواضيع الام بي ار اس والاس ار كلها ما موجودة، هاي اضافة جديد هاي يعني حتى الاس دي ان يعني هاي حاجات هاي كلها موجودة، هاي كلها اضافة جديد ما موجود بالفيرجن القديم. احنا من حجزنا للامتحان حمود يمكن كان مكتوب فيرجن 2 مو 2.5. ايه مو ليش ثاني سالت سامي؟ اي والله بصراحه ما اعرف يعني الامتحان شلون، فبس انا اللي اعرفه يعني يمتحنكم باخر اصدار، فما اعرف اذا فيرجن 2 هاي كلها مواضيع مو داخل. حاول تتاكد من فيرجن، هاي كلها مواضيع محتاج تقراها تشوف مواضيع. ايه انا ادز لك ايميل تشوف الفيرجن تاكد له شنو. دز لي ايميل خلينا نشوف هسه اشوف. هاي الام بي ار اس طبعا المواضيع كلها يعني معقده. يعني تعجبت قريه الاس دي ان يعني هاي اس دي ان انا قاري عندي فكره عنه. الاس دي ان يعني هو شيء حلو بس مو مال اتش سي اي اي بعد، يعني واحد لازم علاقه بالاتش سي اي. ليش اقول لك حتى بعد هواي صحيح يعني حد يشرح بروتوكول ايس ايس نشوف بده يشرح الايس ايس اللي هو الايس ايس موجود اتش سي اي. يعني الايس ايس احنا اصلا ما موجود اتش سي اي ابد، احنا عندنا بس او اس بي اف بس نادي يسوي مانجمنت او ترافيك انجينيرنج لايس ايس. تمام.